مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من الجزائر. واهم من يعتقد أن حدود الدولة الجزائرية بشكلها الحالي تم ترسيمها من قبل الحثالة الاستعمارية الفرنسية، وواهم من يعتقد أن الخوض في الثوابت ومحاولة ضرب الوحدة الترابية والوحدة الوطنية ليست سوى وجهة نظر ومجرد رأي يخص صاحبه. وواهم أيضا من يعتقد أن الجنسية الفرنسية تعصم صاحبها من دفع ثمن العمالة عاجلا أو آجلا، أو تعطيه الحق ليخوض في شكل البلاد وحدودها ودينها ولغتها وترابها. وإلى الجماعة التي تحمل الجنسية الفرنسية عندنا ويعتقدون أن هذه الجنسية تمنحهم حصانة وتجعلهم فوق القانون، أنه لا عاصمة لهم إذا تعلق الأمر بالوحدة الوطنية، ولو تشبثوا بحديد برج إيفل ورفعوا 1000 شكوى لما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان. وقبل خوضهم في الوحدة الوطنية ووحدة البلاد، عليهم أن يعلموا أن المادة الأولى في دستور هذه البلاد ينص على أن الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ، وعليهم أن يضعوا 1000 سطر على وحدة لا تتجزأ قبل خوضهم في أي تفصيل يخص الحدود عن جهل أو علم. وعليهم أيضا أن يدركوا أن حدود هذه البلاد لم يتم رسمها على الخرائط بمسطرة وقلم، بل تم رسمها على التراب والصخر بدماء الشهداء وأشلائهم، وكل ذرة تراب مسقية بدم شهيد ولو كانت في آخر الدنيا هي أرض جزائرية. وحدود هذه البلاد تنتهي عند آخر ذرة تراب رويت بدم الشهداء. فالبلاد التي تم ترسيم حدودها بالدم مستعد شعبها لرسم حدودها مرة أخرى وبنفس الدم إذا فرض عليها الأمر الواقع. إذن من أراد حرية التعبير بجنسية فرنسية فعليه أن يبدي رأيه في الحدود الفرنسية التي رسمتها بجماجم شعوب أخرى، لنرى بعدها هل تزين فرنسا صاحب الرأي بوسام على الصدر أم برصاصة على الرأس. هذا مقدمة لما يحدث مؤخرا وتحامل الكبير ضد الجزائر ومس وحدتها الترابية، سنناقشها بالتفصيل هنا في الاستوديو مع الأستاذ عبد الرحمن صالح الأمين العام لحزب اتحاد قوى الديمقراطية والاجتماعية. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا أستاذ زكي، ومرحبا بالمشاهدين الكرام. شكرا جزيلا لك، وأسعد أيضا أن يكون معنا المحلل السياسي أستاذ علي روينة. مرحبا بك أستاذ روينة. شكرا على الاستضافة، ومرحبا بضيفك الكريم أستاذ النظارة المشاهدين. وسيكون معنا عبر خدمة السكايب من فرنسا الأستاذ يوسف بوعبون، رئيس جمعية تضامنية بالمهجر. مرحبا بك أستاذ يوسف، شكرا جزيلا لكم على تقبل دعوة البرنامج. وأبدأ معك أستاذ عبد الرحمن هذا اللقاء، لأكيد أنك تابعت التحامل الكبير الذي بدأ في الأيام والأسابيع الماضية ضد المقدسات الوطنية. مقدسات، نتكلم هنا عن الوحدة الترابية والتشكيك والمساس بالوحدة الوطنية. باعتقادك، لأن البعض ربط هذا الأمر بحرية التعبير واترك الناس تتكلم وتبدي الموقف، هل حرية التعبير نستطيع أن تقاس لما يتم المساس بالوحدة الترابية لأي بلد؟ ناهيك عن الجزائر، يعني لأي بلد؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ زكي مشكور على إثارة مثل هذا الموضوع. السادة المشاهدين أيضا، والضيف سي علي روينة الصديق العزيز. من حيث المبدأ حرية التعبير هي حرية مقدسة، صحيح، لا يجب المساس بها بأي حال من الأحوال إلا إذا تعلقت بالثوابت. هذا المبدأ في كل مكان في العالم، ما راهوش فقط في الجزائر. صحيح. نعطي مثال فقط، في فرنسا باعتبار أنه الرأي المعارض هذا اللي راهو داير هذه الحملة يستند إليها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بأيام، كاين كاتب كبير ومعروف روبير برازياك، كاتب يعني من عظماء الكتاب في فرنسا، قبضوا عليه
شهرين بعد نهاية الحرب، حكم ضمن إطار ما يسمى بحملة متابعة لكولابو، يعني لكولابوراتور، يعني الفرنسيين اللي تعاونوا، المتعاونين اللي تعاونوا مع الاحتلال الألماني، وتم إعدامه رغم أنه كان كاتب كبير، يعني ونال عدة جوائز، وكان مرشح حتى لجائزة لجائزة نوبل. نعم، في فرنسا ذاتها التي تسوق نفسها على أنها قلعة من قلاع حرية التعبير، يجرب أي واحد يروح يتهم إسرائيل أو اليهود بكلمة صغيرة، بكلمة صغيرة. أنا نعرف أستاذ جامعي في فرنسا، هو من أصول جزائرية، كتب في الفيسبوك دياله فري غزة، يعني غزة حرة. بلغوا عليه زملائه في العمل، بلغوا عليه، انتهت العطلة دياله، راجع لفرنسا في مطار باريس، تم توقيفه، تم توقيفه، وتم توقيفه للنظر لمدة 4 أيام بتهمة معاداة السامية. صحيح. وحكم نتيجة لكلمتين فقط، فري غزة. احنا للأسف الشديد حرية لغزة. احنا للأسف الشديد عندنا واحد التيار أستاذ زكي، هذا التيار ينقسم إلى قسمين. نعم، تيار في الجزائر، تيار، هذا التيار الفكري هذا فيه قسمين. فيه قسم الأول يعارض معارضة عمياء، كل شيء يجي من السلطة. غدوة إن شاء الله وزارة الصحة دير بيان في نشرة التأمينة تقول ندعو المواطنين إلى عدم السباحة في واد الحراش لأنه مضر بالصحة وملوث وغيره، يروحوا يعوموا. غدوة صباح تسيبهم يعوموا بدون أي منطق، بدون أي أساس. المهم هما قالوا خضراء، احنا نقولوا حمراء. القسم الثاني يرى أن كل ما هو فرنكفوني فهو مقدس، كل من يتكلم باللغة الفرنسية، كل من يعبر باللغة الفرنسية، كل من يقيم بفرنسا، كل من يحمل جنسية فرنسية أو مقيم، فهو مقدس، لا يجوز المساس به، حتى لو كان هذا الاعتداء اللي ارتكبه هذا الشخص يمس بالثوابت الوطنية. إذن بشكل عام هذا هو المكان الطبيعي لهذا التيار، نقول لهم أن الثوابت الوطنية هي خط أحمر، لا يجوز. أتكلم في الأمور اللي حبيت. صحيح. أتكلم في الأمور اللي حبيت. وهناك هناك ثورة أول نوفمبر لا يجوز المساس بها. لا يجوز إهانة رموز الدولة، العلم والنشيد والختم وغيره. صحيح. لا يجوز المساس بالوحدة الوطنية. ترى. لا يجوز المساس بما هو معلوم من الدين. هذه كلها أمور حددها القانون وفصلها القانون. وتكلم فيما شئت بعد ذلك. يعني. هذا هو الأمر المعمول به في أي مكان في العالم. ممتاز. في فرنسا، في الولايات المتحدة، في ألمانيا، في اليابان. أستاذ عبد الرحمن، التشكيك في الأمة الجزائرية، في الوحدة الترابية، ليست وليدة اليوم. الكثير يعني لديها ربما سنوات، خلينا نقول السنوات القريبة فقط، من طرف ماكرون الرئيس الفرنسي شكك في الأمة الجزائرية وأنها لم تكن ذكرا مذكورة قبل الاستعمار الفرنسي. هل نفهم هنا بأنه والتشكيك في الوحدة الترابية أيضا قام به أو ترجمه الاحتلال المغربي باعتداء في 1963 بحرب الرمال؟ يعني هل هناك مخطط فعلا لضرب الوحدة الترابية، تشكيك في الوحدة الترابية للجزائر، أم هي ربما محاولة نقل المعركة إلى الجزائر هنا، لأن هناك انتهاك لوحدة ترابية اسمها الصحراء الغربية، وبالتالي نقل المعركة ربما بشكل من الأشكال تحت ما يسمى حرية التعبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لم نعد نفرق، يعني من خلال التصريحات والتصريحات المضاعفة يعني على جميع المستويات السياسية، سواء من الرسميين أو الإعلاميين أو الحقوقيين أو سمي ما شئت، سواء على مستوى الجمهورية الفرنسية أو على مستوى المملكة المغربية، وبالتالي هناك تداخل المصالح والالتقاء في محاولة يعني التشكيك في تاريخ هذا البلد. صحيح. المفدى، وضرب يعني استقراره وما إلى ذلك، وتجنيد الإعلام، هذا الإعلام المرتزق الفرنسي الذي كل مرة يخرج علينا بخرجات معادية وهي من أصول يعني رسمية، وكذلك التجنيد المرتزقة كما تفضل الأستاذ من جزائريين يعيشون في الغربة أو ما يسمون بكل التسميات، سواء روائيين أو كتاب أو ما أو سمي ما شئت. إذن القضية ليست في ماكرو، القضية قبل ماكرو، القضية هذه الدولة الفرنسية العدائية، ونقولها بصريح العبارة، يعني ما قاله دوغول في جريدة لوموند بأن الجزائر لم تكن شيئا يذكر إلا بعد استدمار فرنسا لها، هذا كلام دوغول. وماكرو هو امتداد للمدرسة الدوغولية الكولونيالية، وردد هذا الكلام قبل ماكرون كذلك مؤرخين وحقوقيين فرنسيين. صحيح. وفي محاضرات رسمية وعلى منابر إعلامية رسمية وكذلك الإعلام الفرنسي. إذن لا غرابة فيما يأتينا من فرنسا، لأن فرنسا لن تتوقف،
وسبق لي وأن ذكرت في هذا البلاطو لعدة مرات أنه في الجزائر الجديدة فرنسا لم تعد تجد ضالتها ولم تعد تجد ما تريده من الجزائر، وبالتالي كانت في وقت مضى كانت يعني تصول وتجول هنا في الجزائر بطريقة أو بأخرى. الآن الندية أصبحت عنوان الجزائر الجديدة، والتعامل بالمثل أصبح كذلك هو عنوان السياسة الكبرى في الجزائر. وبالتالي فرنسا الآن عندما نرى ماكرون يذهب ويخطب تحت قبة البرلمان المغربي باعترافه بالصحراء الغربية من أجل استفزاز الجزائر، رغم أن الجزائر واضحة في أمورها وتعترف بأن الصحراء الغربية هو ملف صحيح. من أجل تقرير المصير موجود على مستوى اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، ومع هذا فرنسا تحاول أن تستفز وتفتح سفارة لها في هذه المناطق المستعمرة صحيح. الآن المغرب كذلك يستعمل هذه الأبواق، وهذا صنصال الفرنكو صهيوني الذي قال بالحرف، وهناك يعني فيديوهات مسجلة باسمه بصوته وبصورته يقول أنا من الشمال المغربي من الريف المغربي صحيح. هكذا يقول عن نفسه صحيح. وهو كذلك يتماهى ويطبق ممتاز. السياسة الفرنكو صهيونية التي تضرب في العمق حدودنا الجغرافية وتاريخنا وسيادتنا وكل مقوماتنا الوطنية. لهذا على الجزائر أن يعني تجند هذه السياسة بطرق أخرى ممتاز. لوضع كل الناس في حجمها. دعني أستاذ علي روينا أذهب أيضا للأستاذ يوسف بوعبون، ربما أنت تعيش هناك في فرنسا أستاذ يوسف، تشاهد بشكل يومي الإعلام الفرنسي هناك، نحن نتابع أيضا الإعلام الفرنسي وما يقوله خاصة بعد توقيف ما يسمى المسمى أو المدعو بوعلام صنصال جراء ما قام به من تصريحات خطيرة تجاه الوحدة الترابية هنا للجزائر. باعتقادك من هي الجهات التي تشن هذه الحرب؟ ما هي الأهداف وما هو الشيء الذي يحركه أستاذ يوسف؟ مساء الخير أول شيء الأخ زكي، ومساء الخير للضيوف الكرام. إذا تكلمنا على مشكل بوعلام صنصال، كاين الجهة الأولى وهي الجهة القانونية بالنسبة للجزائر، لأن الكلام نتاعو ولا السهوم اللي ضرب بها الجزائر تمس وحدة الوطن. هذا من شيء عندنا قانون وعندنا جهات قانونية اللي راح تحكم في الأيام القادمة على هذه التصريحات. والتصريح الثاني اللي أثار أيضا الاغتراب من هذا الكاتب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، ونقول الجزائري اللي تحصل على الجنسية منذ سنة بطريقة غير عادية، وكان عنده لقاء مع السفير الأسبق الفرنسي قبل وصوله الجزائر، كلها أشياء تخلينا نقول هذا هل هو عميل للدولة الفرنسية كأديب للدولة الفرنسية، أو يحب يستفز الشعب الجزائري وخاصة في هذا الوقت. نقول بأن صنصال أيضا اتهم المجاهدين بالإرهابيين، أيضا هذا اعتداء على التاريخ الجزائري وعلى الدولة الجزائرية. احنا نعرف بفرنسا لما اللوبي اليميني المتطرف الصهيوني يشكل حملة يمكن إعلامية على صنصال أو آخرين أو على كمال داود ولا على آخرين من مغاربة أو جزائريين أو تونسة أو إسلاميين، يكون بأن هذا سهم من أسهم هذا النظام الإمبريالي اللي حب يضرب وحدة الجزائر. هادو الجزائريين الأدبيين اللي باعوا ضميرهم بالنسبة للجزائر، عندنا دولة عندنا قانون، واليوم تغيرت أيضا الدولة الجزائرية وآفاقها، أصبحت دولة بكل الصلاحيات وبكل المسؤوليات، وعادت الند بالند لكل دولة اللي يمكن يكون عندها تدخل غير مباشر أو مباشر. نقول بأن هذا اللوبي اليميني المتطرف هو اللي راه يضرب الجزائر، لأن ما يحبش العلاقات الجزائرية الفرنسية تعود ترجع لمصراها، لأن الجزائر على رأس الرئيس عبد المجيد تبون قال بأن الشرط الأول لإعادة الحوار أو إعادة ترتيب العلاقات الجديدة لفرنسا والجزائر، وهو الاستعراف بالمجازر الحرب والتجارب النووية، وإعادة أيضا كتابة التاريخ. هذا لا 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 يدخل في صالح فرنسا. وعلى هذيك اليوم نقول بأن احنا كجزائريين في المهجر
لو كنا لوبي قوي أيضا نقدر ندافع للجزائر كجبهة خارجية، ونكون أيضا سند للجزائر في هذه المحطات اللي تعيشها العلاقات الجزائرية بين فرنسا والجزائر. شكرا أستاذ يوسف بوعبون على هذا الكلام. اللوبي اليميني المتطرف تقول بأنه هو الذي يقف وراء الحفاظ على هذه العلاقات المتوترة ما بين الجزائر، ولا يخدم أن يكون هناك أي تقارب. على كل حال أريد أيضا معك الأستاذ عبد الرحمن نتكلم على المدعو بوعلام صنصال، ولعل أكثر شخص شخص عمله ووظيفته بالتفصيل هو وزير الصناعة الأسبق الهاشمي جعبوب. الهاشمي جعبوب لأنه عمل في تلك الفترة، وهو من جمد أو تم إيقافه وأنهى مهامه بشكل رسمي في سنة 2002 أعتقد. نعم. رسميا. وذكر كلام عجيب غريب على صنصال وكيف كان يعمل ولا يأتي أبدا، يتقاضى أجر بالملايين يعمل في فرنسا. لما استدعاه إلى المكتب وكان حاضر، لما في الأسبوع الأول التقى بالعديد من المدراء التنفيذيين، يعني شيء طبيعي أن يتعرف على المدراء، فوجد بأنه سيد صنصال أسبوع ويبحث عنه، فقيل له بأنه ربما في مهمات خارج. استدعاه لما قال له أين كنت كذا، قال له أنت كنت في مهمة أكبر منك، يعني أكبر منك. أسبوع بعد ذلك أنهى مهامه سيد هاشمي جعبوب، وربما التاريخ سيحفظ له هذا الأمر. ولا نعرف هنا بين قوسين كم من صنصال يعني موجود بيننا، صنصال صناصل. كم من صنصال موجود بيننا، ومن هذه الدوائر التي سمحت لهؤلاء بتواجد في دواليب الدولة الجزائرية خصوصا في ذلك الوقت. نعم خصوصا في ذلك الوقت طبعا، لأنه السؤال الذي يطرح من الذي سمح لهم بالتواجد في مثل هذه الدوالب. مشكلة الجزائر عمرها ولا كانت مع فرنسا أستاذ زكي. مشكلة الجزائر كدولة هي دائما كدولة نعم. رسمية يعني. مشكلة الجزائر هي مع اليمين الفرنسي. لماذا؟ لأنه نعم، لأن اليمين الفرنسي إلى الآن يرفض استقلال الجزائر، يرفض القبول والتسليم بواقع أن الجزائر دولة مستقلة. لازال يتملكه الحنين، لازال يتملكه الحنين إلى الجزائر الفرنسية، ويسعى ويتصرف على هذا الأساس على أن الجزائر لازالت فرنسية. هؤلاء يمثلون اليمين المتطرف الفرنسي أستاذ عبد الرحمن؟ نعم، أو ما نسميه فرنسا الاستعمارية، لأن هي التي تحمي هؤلاء، وهي التي تشجع هؤلاء، وهي التي تفتح طريق أمام هؤلاء، أمام صنصال ومن معها. رغم أن منذ البداية صنصال وقبل صنصال وهناك الكثيرون، ربما لا تسعفني الذاكرة لذكرهم جميعا، منذ البداية مواقفهم معروفة، مواقفهم معروفة. هناك من كان يصرح علنا بأنه لا يعتبر نفسه جزائريا، رغم أنه يحمل الجنسية الجزائرية ويعمل في الدولة الجزائرية ويتقاضى رواتب من الخزينة الجزائرية. إذن مشكلة الجزائر دائما تقع مع اليمين الفرنسي، دائما نحاول أن نبني علاقات مع فرنسا، علاقات بين دولة ودولة، ولكن دائما تقف فرنسا يقف هذا اليمين، يقف هذا اليمين ضد أن تكون الجزائر دولة ذات سيادة وتعامل فرنسا الند للند. لا يقبل تلك الفرصة هذه الفكرة. هو يريد من الجزائر أن تكون تابعا مثل ما هي الحال عليه في دول أخرى، حديقة خلفية لفرنسا، ثرواتها لصالح الاقتصاد الفرنسي مثل ما تستغل فرنسا دول وسط إفريقيا اقتصاديا وسياسيا وغير ذلك وثقافيا. لازال ينظرون إلى الجزائر على أنها مقاطعة فرنسية وراء أعلى البحار. إلى الآن حوالي 70 سنة من الاستقلال تقريبا، لا زالوا يرفضون فكرة الجزائر الجزائرية. نعم، هذا هو اليمين المتطرف. نعم. على كل حال هي من غرائب الصدف أن أيضا أن تضرب الجزائر في الكثير من الأحيان أستاذ علي روينة بأولادها، يعني وتم للأسف تجنيسهم. هؤلاء كمال داود تم تجنيسه أعتقد منذ سنوات قليلة فقط، بوعلام صنصال أيضا تم تجنيسه هذا العام سنة 2024 من طرف ماكرون، أيضا كمال داود من طرف ماكرون. ودريان كور ليس وليد الجزائر ولكن عمل في الجزائر، جافي دريان كور السفير الفرنسي السابق هنا. هل متعمد أن يضرب الجزائر بأولادها الذين لديهم ربما الحنين لفرنسا، لأنهم لديهم قابلية للذوبان في الفكر الفرنسي؟ أستاذ علي يقول المثل العربي: لو لم تنحني لن يركب ظهرك أحد. هذا الذي قلت عليهم، أنهم تم تجنيسهم، هم أرادوا الجنسية الفرنسية، هم أرادوا خدمة فرنسا، هم أرادوا أن ينبطحوا لفرنسا، هم أرادوا أن يجسدوا المشاريع الخبيثة الفرنسية في الجزائر. أنا لا أتفق مع الأستاذ عندما يقول أن اليمين المتطرف هو الذي يعمل على
تشويش على العلاقات التي نريد بناءها مع فرنسا. بالعكس، ليس هناك كلام أكبر من كلام المولى عز وجل في سورة البقرة الآية 120: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا ربي سبحانه يقول لنا هذا الكلام. نأتي الآن في هذه السياسات ونقول بأنه فرنسا يجب أن نبني معها علاقات وما إلى ذلك، حتى إن تكون هناك مرونة من طرف الجزائر في سياسة الجزائر، لن تكون هناك مرونة من طرف الفرنسيين. وأنا يعني لا أتفق ولا ألتقي ولا أتقاطع في رأيي مع كل من يقول أن اليمين المتطرف الفرنسي هو الذي يريد التشويش، بل كل فرنسا. انظر عندما انظر مثلا، أنا لن أغوص في التاريخ ولن أعدد لك الأمثلة، ولكن سأعطيك أمثلة جديدة فقط مع ماكرون تحديدا. ماكرون عندما قال الخطاب الرسمي في الجزائر أنه ماكرون صديق الجزائر، قالها وزير الخارجية وقالها رئيس الجمهورية، ماذا رد ماكرون؟ قال فرنسا الجزائر لم تكن دولة لو لم تستعمرها فرنسا في جريدة لوموند، وجريدة لوموند هي الناطق الرسمي للدي جي اس او، وكالة المخابرات الفرنسية، هي الذراع الإعلامي لها. واحد. اثنين، هذا الكلام تم ترديده. نحن نعمل على إسكات صوت البنادق في إفريقيا، لأننا عمقنا الاستراتيجي هو إفريقيا. ماذا تعمل فرنسا في إفريقيا؟ نحن نعمل مثلا على تصفية الاستعمار في قضية الصحراء الغربية. ماذا تعمل فرنسا في قضية الصحراء الغربية؟ نحن نعمل على تحسين العلاقات في إطار ما يسمى بالعلاقات الودية، بمعنى أننا نتكلم كما قال السيد الرئيس عبد المجيد تبون، يعني الندية، في إطار الندية. فرنسا دائما ترى فينا حديقتها الخلفية، وفرنسا وقالها أيضا حتى الرئيس تبون أن فرنسا لم ترد أن تنزل من برجها العاجي وترى فينا دائما تلك المستعمرة القديمة، وتريد أن تملي علينا سياساتها. وتجنيد هذا هذا الفرنكو صهيوني ما هو إلا ضربة أخرى من أجل التشويش وابتزاز الجزائر. انظر من الذي تحرك. تحرك ماكرون وقال بأننا يجب إطلاق سراحه. تحرك اليمين المتطرف، لأنه مواطن فرنسي. تحرك حتى بن جنلون المغربي، لأنه هناك علاقة فرنسية، لأنه مواطن فرنسي يتحرك. أستاذ، نعم، كل فرنسا هذا هو العدو، وهذه نظرة عدو الفرنسي. تعقيب بسيط أستاذ، لأنه قال بأنه فرنسا كلها وليس اليمين المتطرف الفرنسي في واضح، لأنه مسار العلاقات يوضح ذلك. دائما هناك جهات تعمل على إصلاح العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وفي نفس ولكن هناك من يعكر، جهات تعمل من أجل إفساد العلاقات، كل واحد وعنده منطلقات تامة. ممتاز جدا. أستاذ يوسف بوعبون، قضية توقيف صنصال، سابقه أيضا كمال داود، وقضية استغلاله لمأساة هنا فتاة جزائرية، واستغلاله لحياتها المأساوية، واستغلاله أيضا لتاريخ ما عاشته الجزائر في وقت سابق. لماذا تحركت هذه الجهات ربما دفعة واحدة وبهذا الشكل وبهذا التحامل الكبير على الجزائر باعتقادك؟ ولماذا أيضا تحرك هؤلاء للمطالبة بإطلاق سراح صنصال الذي مس الوحدة الترابية؟ هنا نسأل أستاذ يوسف. أظن بأن الأستاذ المحلل السياسي في البلاتو قال بأن اللوبي اليميني ما عندوش دخل. أنا نقول بأن اللوبي اليميني كلما صار عنده أكبر شعبية في البرلمان، أكبر عدد في البرلمان، أكبر وجوده في الحكومة، يصير هذا التوتر بين الجزائر وفرنسا. هذا الشيء الأول. أما عن الجنسية، أظن بأن الجنسية لما عندهاش علاقة مع الوطنية الجزائريين في الخارج. أقول بأن صنصال لا يمثل 5 ملايين جزائري في الخارج، ونقول بأن الجزائريين في الخارج هم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، أثبتوا وطنيتهم في 17 أكتوبر 1961، أثبتوا وطنيتهم، ولا مرة واحد خان الوطن ولا سرق الوطن ولا هو في السجون الجزائرية في المرحلة في الجزائر القديمة. ولهذا لازم ما نخلطوش الجنسية تاع الجزائري في الخارج والوطنية نتاعو. أما بالنسبة للقضية حاليا، قلت بأن لما يكون فيه تآمر من قادة سياسيين فرنسيين والدفاع على الجزائري، بأن هذا الجزائري يخدم أجندة لمخبر معين، وهذا يعمل أيضا لجهة معينة لخلط الأوراق في الوحدة الوطنية. ونأكد أيضا نقول بأن حركة الماك مقر نتاعها بفرنسا. كل اللي الحاجة اللي تأثر في السياسة الجزائرية من القريب أو من البعيد تلقاها موجودة بفرنسا.
ونقول أيضا الأزمة الاقتصادية اللي تعيشها فرنسا اليوم وسياسة الرئيس عبد المجيد تبون بالنسبة لفرنسا تغيرت المعطيات وأصبحت اليوم فرنسا راح تجن كيف تلقى الحل باش تدخل ولا أكيد نعم. أن الجالية الجزائرية على كل حال فيها الكثير من الشرفاء والناس المدافعين على البلاد، وأذكر واحد منهم أنت يعني أستاذ يوسف بعبون. شكرا يعني إذا تخليني خل أخ زكي غير باش نكمل نقول لماذا الدولة الجزائرية سأعود لك أستاذ يوسف لتكملة لإكمال الحديث بعد الفاصل مباشرة، لأنه هناك ضغط من أجل أن نذهب إلى فاصل قصير ثم أعود لضيفي الكريمين مجددا وأعود إليكم مشاهدينا الكرام. الجزء الثاني، مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام من جديد، ومرحبا بالأستاذ عبد الرحمن صالح والأستاذ علي روينة والأستاذ يوسف بعبون. كنت قد قاطعت كلامك أستاذ يوسف بعبون قبل نهاية الجزء الأول، كنا نتكلم دائما على صنصال وهذه الأبواق التي تحركت دفعة واحدة للحديث على موضوع واحد، كان كما قال الأستاذ علي روينة تقريبا منذ وقت ديغول وعاد ماكرون وعاد مؤرخون كثر قضية المساس بالوحدة الوطنية. لماذا أستاذ، نسأل على التوقيت أستاذ يوسف. أنا قلت بأن صنصال يمكن حلقة من حلقات السياسة الجزائرية الفرنسية واللي تفوت على كل مرة على زوبعة من الزوبعات وتفوت هذه الزوبعة. قدوم يمكن فوز اليمين المتطرف من نسبة من الانتخابات أثر كثير في العلاقات في السياسة الخارجية الفرنسية اللي إداها يمكن تعترف بالصحراء بالمشكل الصحراوي وراحت يمكن راحت في دخلت في مشكل أكبر مع هيئة الأمم المتحدة والقوانين اللي خرجت من هيئة الأمم المتحدة. نقول بأن الجزائريين بفرنسا قوة فعلية، يمكن كسروا مشروع اللوبي اليهودي اليمين المتطرف في آخر الانتخابات اللي كانوا ظنين بأن راحين يأخذوا الأغلبية. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني والمؤسف بأن الدبلوماسية الأدبية فقدناها احنا كجزائريين في الخارج، ما عندناش مراكز ثقافية اللي يمكن نجيبوا كتاب جزائريين باللغة الفرنسية وباللغة العربية للتأثير على الفرنسيين، للتأثير لأن الفرنسي يقرأ. والشيء الثالث والمؤسف نقول بأن الدبلوماسية الأدبية أخفقت يمكن في 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 استقطاب الكتاب الفرنسيين ذو الأصول الجزائرية لمعرض الكتاب، وهذا أيضا جسر التواصل الأدبي بين الجزائريين بفرنسا والجزائريين في الداخل. ولهذا ما قلش بأن فات الأوان، لكن لازم الجزائر تفكر بجدية لمشروع جديد لخلق لوبي جزائري قوي اللي يأثر في صندوق الانتخابات الفرنسية واللي يضغط على الحكومة الفرنسية في بعض المحطات التاريخية اللي تعيشها. شكرا أستاذ يوسف بعبون على هذه الفكرة، قضية خلق لوبي جزائري قوي في فرنسا يكون ربما هو الخط الدفاعي الأول للجزائر، عوض أن نتكلم دائما على جبهة داخلية نتكلم دائما على جبهة خارجية قوية. أستاذ رأيك في هذه النقطة أستاذ؟ وهذه سياسة كانت متبعة في الجزائر في الستينات والسبعينات، قضية الودادية الجزائرية. نعم، كانت الودادية الجزائريين في أوروبا واللي كانت تقوم بعمل ممتاز وسط الجالية الجزائرية، كانت حتى تساهم في التأثير على نتائج الانتخابات سواء الشرعية أو الرئاسية في فرنسا. صحيح. ولكن هذه الودادية اختفت، مانيش عارف السبب وشنو هو، ممكن مختصين يقولوا لنا ما هي الأسباب التي أدت إلى اختفاء الودادية، ولماذا لا يكون هناك سعي نحو خلق ودادية جديدة في فرنسا لتبع حركات وسط الجالية هناك والجاليات الأجنبية المتواجدة في فرنسا. راح يشوف بلي نشاط كبير للجمعيات التركية والمغربية والمصرية في وسط غياب يعني لمحور ممتاز جزائري يعمل على تعبئة أكبر جالية عربية. صحيح. ومسلمة في فرنسا. استغلال الجالية أحسن استغلال. أستاذ مدام أنت قانوني أستاذ عبد الرحمن صالح، الآن هناك صنصال موجود الآن في أيدي جزائرية هنا. نعم. العدالة الجزائرية. قانون العقوبات ماذا يقول بالضبط إذا كان لديك؟ شوف أنا ما عندي سلطة التكييف يعني تكييف ولكن بشكل عام الأفعال أو التصريحات التي أدلى بها بوعلام صنصال تجعله تحت طائلة المادة 79 من قانون العقوبات التي تعاقب على الإتيان بأفعال أو أقوال من شأنها المساس بالوحدة الوطنية من سنتين إلى 10 سنوات حبس النفذ.
وبالتالي ما لم تشكل هذه الوقائع يعني ممكن جرائم أخرى معاقب عليها في قانون العقوبات، فإن أول تهمة ما نقولش يواجهها بوعلام زنصال، ولكن ممكن أن النيابة العامة ستوجه الاتهام إلى بوعلام زنصال على هذا الأساس انطلاقا من المادة 79 من قانون قضية العقوبات. هو جزائري فرنسي هذه لا تفرق أو هو تطرح. فرنسي ربما تنازل على الجنسية الجزائرية لا تطرح لأنه الجنسية دياله الأصلية هي جنسية جزائرية، وبالتالي هذا مواطن جزائري ارتكب أفعال حتى ولو تنازل ربما يكون تنازل عليها لا نعرف لا يوجد تنازل عن الجنسية القانون الجزائري لا يعرف تنازل عن الجنسية أو سحب الجنسية يعني بإرادته هو الجنسية الأصلية لا تسقط ولا تسحب ولا يتم التنازل عنها الجنسية الأصلية أما اللي اكتسب جنسية جزائرية هنا ممكن هناك إجراءات من أجل التنازل أو سحب هذه الجنسية، ولكن الجنسية الجزائرية الأصلية لا تسقط عن صاحبها. أستاذ باعتقادك أستاذ عبد الرحمن يعني سانسال استفاد من الجنسية الفرنسية مؤخرا فقط هذا العام 2024 ولكن في نظر مباشرة الجزائري مباشرة جاء للجزائر بالنسبة لمزدوجي الجنسية مش تكون معلومة هذه حتى معلومة للجميع مزدوجي الجنسية إذا كانت الجنسية ديالهم الأصلية هي جزائرية صحيح في نظر القانون الجزائري حتى لو اكتسب 10 جنسيات أخرى يبقى مواطن جزائري صحيح القانون الجزائري يتبعه حتى لو ارتكب جريمة في الخارج حتى لو ارتكب جريمة في الخارج وكانت هذه الجريمة يعاقب عليها قانون جزائري فإن القانون الجزائري يتابعه ويعاقبه حتى لو كان مكان ارتكاب الجريمة في الخارج صحيح. حتى إذا كان الضحية تاع هذه الأفعال فرنسيين أو أجنبي فإن القانون الجزائري يبقى يتابع المواطن الجزائري حتى لو ارتكب جريمة في الخارج. ممتاز جدا سنصال قلت بأنه مباشرة بعد استفادتي من الجنسية الفرنسية جاء إلى الجزائر ماذا وربما قدم جواز السفر الفرنسي وكأنه يتباهى يتفاخر بأنه أصبح فرنسيا الآن هل فيه نوع من الاستفزاز هل فيه نوع من أنواع التحدي بأن للجزائر بأنها لن تستطيع فعل أي شيء ربما في سنة 2002 ما زال ذلك المخيال يمشي إلى غاية سنة 2024 بعد مرور عقدين بأنه الفرنسا ما زالت يعني الحصانة وكأن الجنسية الفرنسية حصانة من أي متابعة في الحقيقة أنا أميل دائما إلى نظرية المؤامرة أنا شخصيا دائما أميل إلى نظرية المؤامرة لكن لن أطرح سؤال لماذا عندما تحصل على الجنسية الفرنسية دخل بجواز سفره الفرنسي أو الجزائري ليس هذا هو المهم السؤال الأكبر والأهم من وراء سنصال في دخوله إلى الجزائر وهو يعرف مصيره ربما يعرف مصيره يعني تصريحاته وكتاباته تدل على ذلك تدل على ذلك يعني تصريحاته واضحة كلها في الإعلام وبين الجهات التي يضع يده في يدها والجهات التي تقف وراءه والجهات التي تسنده بدليل أنه حتى الرئيس ماكرون يعني قام بتصريح يعني وانشغل لماذا يتم يعني ما هو مصير سنصال وبالتالي هذا هو السؤال الكبير إذن كما قلت لك أن هؤلاء مع الأسف بنوا جلدتنا من يتم استخدامهم لضربنا في العمق وللتشويش على الجزائر وما إلى ذلك لكن أعود إلى نقطة مهمة جدا وهي العلاقات الفرنسية الجزائرية أنا لست ضد العلاقات الفرنسية الجزائرية لكن كما قال الرئيس أنه تكون هناك علاقات في إطار الندية بما يحفظ السيادة الجزائرية وليس الإملاءات الفرنسية لا تهمنا لا ثقافة فرنسية ولا لغة فرنسا ولا أمور فرنسا كل هذا يهم فرنسا لوحدها لا نحن مجتمع مسلم عندنا ثقافتنا وعندنا لغتنا وعندنا أمورنا الخاصة بنا تبقى قضية التعامل التجاري هذا كله سائد ما بين كل الدول والعلاقات تربطها علاقات المصالح المشتركة وليس علاقات الصداقة وما إلى ذلك لأنه فرنسا ليست هي أوروبا وفرنسا ليست هي العالم أكيد موضوعنا ليس العلاقات الفرنسية أستاذ موضوعنا قضية لأنه فرنسا من تستعمل هذه الأمور ضد الجزائر في كل مرة تخرج لنا خرجة يعني سواء عن طريق إعلامها أو عن طريق يعني الرسميين أو عن طريق الإعلام أو عن طريق الحقوقيين كل مرة يخرج لنا خرجة يعني أصبحت الجزائر الشغل الشاغل هي لدى فرنسا وهذا صحيح. عندما وجدوا أن الأباب أوصدت في وجههم ليس كما كانوا يتصرفون في عقود مضت ممتاز أستاذ يوسف بوعبون حتى أختم هذا الجزء من حلقة حول على قضية سنصال وقضية هذه الأبواق التي خرجت دفعة واحدة باعتقادك أستاذ أنت هل هي سحابة عابرة من طرف هؤلاء ربما يريدون
منها شيء ما أو قطف ثمرة من ثمار معينة بالنسبة لهم، أم هو مخطط لن يزول وله امتداداته التاريخية تقريبا منذ أكثر من 7 عقود أو 8 عقود والأمر مستمر باعتقادك أستاذ يوسف؟ يمكن أن نجاوب للأستاذ اللي قال بأن كانت الودادية الجزائرية بالمهجر قائمة بالدور متاعها حتى لسنة 1999 اللي كان قرار الرئيس ميتيرون لتوقيف هذه الجمعية لأنها وصلت تتأثر في السياسة الداخلية الفرنسية وأصبحت خطر على الدولة الفرنسية وخاصة في اختيار الرئيس الأسبق للدولة الفرنسية، وعلى هذلك هما حبسوها لما شافوا الخطر وشافوا النمو الديموغرافي للجالية بفرنسا نمو كبير والآخر، وعرفوا بأن في الأعوام القادمة سوف يأثروا كثير في السياسة الداخلية الفرنسية، ولهذا نقول بأن يمكن هناك مخططات دنيئة لضرب العلاقات الجزائرية الفرنسية إما باليمين المتطرف إما بجهات الأرجل السوداء لبينوار اللي عندهم دائما يمكن أحلام بأن سوف يرجعون للجزائر في يوم ما، ولهذا نقول بأن الجزائر اليوم أصبحت دولة واليوم تقرض الجزائر تعطي المبالغ المالية للبريكس وتعطي للصندوق، الحمد لله أصبحت دولة بهمتها بقوتها في البحر الأبيض المتوسط، ولهذا تعالى على هذه الزوبعة ونقول بأن من هذه الزوبعة ماذا نستفيد نحن كجالية؟ هل نحن مستعدين لخلق فعلا لوبي قوي أو مجلس أعلى للجالية اللي يرافق الحكومة في الاستشارة ويرافق في الحلول بالنسبة للجالية؟ هل نحن مستعدين لفتح بنك وخلق مجال اقتصادي بين الجالية والوطن؟ وأيضا المراكز الثقافية، أنا من الحشي اللي حيرني بأن فرنسا عندها 5 مراكز فرنسية ثقافية بالجزائر والجزائر تسعى إلا عندها إلا واحد بباريس، وأيضا نفتقر كثير للمراكز الثقافية في الدول الأخرى بألمانيا وإيطاليا، ولهذا نقول بأن إذا حبينا نأثر كثير في السياسة الداخلية الفرنسية علينا يكون لوبي قوي، عندنا ما يقارب 800,000 فرنسي ذو الأصول الجزائرية للانتخابات في محطة 2026 للمحليات وفي محطة 2027 للانتخابات الرئاسية الفرنسية، لم يفوتنا الوقت، لازم ننظم. شكرا شكرا جزيلا أستاذ يوسف أبو عبون رئيس الجمعية التضامنية بالمهجر، كنت معنا عبر خدمة السكايب من فرنسا، شكرا جزيلا لك في هذا الموضوع. في الموضوع الثاني مشاهدينا الكرام نفتح جمهورية الريف تتحرك من أجل استعادة الاستقلال من الاحتلال المغربي حسب الندوة الصحفية التي نظمها القيادي في الحزب الوطني الريفي سيد يوبا، يقول بأنه يجب تصنيف جمهورية الريف وجمهورية الصحراء الغربية كآخر مستعمرتين إفريقيتين، لأن هناك الآن الصحراء الغربية فقط. أنت كنت حاضر أستاذ عبد الرحمن، يقول لك المغرب أن تدعم الماك عادي بالنسبة لهم دبلوماسية حكيمة، أما أن الجزائر تدعم جمهورية الريف هذه سياسة غير حكيمة، ردك على هؤلاء أستاذ عبد الرحمن، ولماذا تدعم الجزائر، ليس تدعم، لماذا الجزائر تفتح منبر للحزب الوطني الريفي لينشط ندوة صحفية يحضرها بعض دبلوماسيين الأفارقة على كل حال، أعتقد جنوب إفريقيا والموزمبيق وبعض أيضا السياسيين ورؤساء الأحزاب السياسية، لماذا كل هذا أستاذ عبد الرحمن؟ هو فبداية لحسب معلوماتي لحد الساعة الدولة الجزائرية لم تتخذ أي موقف رسمي من هذه القضية. صحيح. اللقاء اللي تم البارح هو لقاء كان بين الحزب الوطني الريفي وبين الأحزاب السياسية الجزائرية. صحيح. حتى يكون يعني معلوم للجميع. هذا ما بين حزب. ما بين حزب وأحزاب. نعم. حزب وأحزاب اللي كانوا حاضرين. جيد. أنه الحزب هذا الوطني الريفي الذي يمثل منطقة الريف تأسس منذ سنوات. صحيح. وتأسس في بلجيكا وليس في الجزائر. هذا الحزب. نعم. وعنده تمثيليات في أوروبا وعنده تمثيلية في إفريقيا في مجموعة في مجموعة من الدول الأوروبية. أوكي. وتمثيلية في إفريقيا في الموزمبيق وفي جنوب إفريقيا، وهذه أول مرة يقوم فيها بنشاط في الجزائر. صحيح. يقوم الآن بما يسمونه هم بأنه دورة من الأولى من أجل التعريف بجمهورية الريف، اختاروا أن تكون الانطلاقة من الجزائر، ولكن
هذا التعامل أو هذا التصرف أو هذا النشاط هو بين حزب الوطني الريفي وبين أحزاب مجموعة مع يمكن القول أنه كل الأحزاب السياسية كانت لبت الدعوة، لأنه نشوف يعني حزبكم حزب اتحاد قوى الديمقراطية والاجتماعية، جبهة المستقبل، حركة نعم هذا الحزب وجه الدعوة إلى جميع الأحزاب الجزائرية، وجميع الأحزاب الجزائرية كانت حاضرة اللهم إلا حزبين أو ثلاثة اعتذروا عن الحضور، ولكن كل الأحزاب السياسية الجزائرية حضرت الأمس، وكانت فرصة بجمهورية الريف من أجل التعرف على جمهورية الريف، ولو أنه المعروف لا يعرف كما يقال، يعني لأنه جمهورية الريف راهي معروفة خصوصا اللي يتبع التاريخ ولا اللي درس المناهج، حتى المناهج الدراسية شكون اللي ما قراش عن عبد الكريم الخطابي وما يعرفش عبد الكريم الخطابي الذي هو اللي أسس دولة الريف في سنة 1921 إلى وهذه الدولة دولة قائمة على فكرة جمهورية الريف من سنة 1921 إلى غاية 1926 نعم جمهورية قانون سلطة جيش شرطة علم عملة كل شيء، حتى يعني كانت هناك بعض الكتابات من مؤرخين المغاربة مثل عبد الله العراوي وغيره يعني اللي يرددون توجور الخلافات هذه تاع الخرافات عفوا تاع الإمبراطورية المغربية، يقولوا أنه كليم الريف كان دائما تابع للسلطان المغربي، في حين أنهم يعجزون حتى عن ذكر من هم الولاة المغاربة اللي عينهم هذا السلطان على إقليم الريف. نعم. ما كاش يعني أعطيني مادام كان تابع ليك أعطيني الوالي اللي كان يحكم هذه المنطقة وين كانت العاصمة تاعه وين كان مقر الولاية وين كان يعني هذا من جهة. من جهة ثانية أنه معركة أنوال والتي ذكرتها البارح هذه معركة تاريخية كبيرة مثل معركة المقطع عندنا بين الأمير عبد القادر والجيش الفرنسي، كاين معركة أنوال بين عبد الكريم الخطابي والجيش الإسباني، تخيل زكي أنه الجيش الإسباني شحال خسر في هذه المعركة، ما خسرش 10 ما خسرش 100 ما خسرش 1000 ما خسرش 2000 جندي، خسر 24 ألف جندي في هذه المعركة، 24 ألف جندي خسروا من الجيش الإسباني في هذه المعركة جمهورية الريف وليس في هذا الجيش الإسباني 4000 جندي من الجيش المغربي كانوا معاه، كانوا يحاربوا ضد الريف باش بعد يجي يقول لك لا لا الريف هو إقليم مغربي، لو كان إقليم مغربي كان الجيش المغربي يقاتل إلى جانب عبد الكريم الخطابي ضد الجيش الإسباني. هذه النقطة. النقطة الثانية اللي زيدها، عبد الكريم الخطابي أين مدفون حاليا؟ وين هو مدفون السي عبد الكريم الخطابي؟ في مصر، لأنه بعد القضاء على دولة الريف في 1926 تم القبض عليه وتم نفيه إلى مدغشقر. صحيح. في الطريق السفينة اللي دايرته لمدغشقر لما جلس على قناة السويس ونزل من السفينة وهرب، لجأ إلى مصر عطت له اللجوء، قضى فيها حياته إلى أن توفي في مصر، والمغرب ماشي لليوم الغدوة يرفض نقل جثمان عبد الكريم الخطابي ودفنه في المغرب. لماذا؟ لأن عبد الكريم الخطابي لم يعتبر نفسه مغربيا ولا نظام المخزن اعتبر الريف واعتبر عبد الكريم الخطابي مغاربة. ممتاز جدا. إذن علينا أستاذ علي روينا أن ننطلق ربما من كلام أستاذ عبد الرحمن، لأنه يقول بأن الجمهور الجزائر رسميا لم تتبنى ربما فتحت، والجزائر لديها سوابق وتقاليد كبيرة في احتضان حركات التحرر. نعم حركة نعم. ومعروف أنها تدعم حركات التحرر من زمان الجزائر. نعم. فلماذا البعض الآن يصوب أسهم العداء الانتقاد للجزائر من هذا الباب لأنها تحتضن، والبعض يقول لك أن تقاليد الدبلوماسية الجزائرية معروفة بأنها تجمع وليس تفرق وتفتت، البعض يقول هذا الكلام يعني. تفضل أستاذ علي. الحقيقة الخوض في هذا الموضوع يجرنا إلى كلام متشعب جدا، اللي هو وهو أنه كما يزعمون في النظام الملكي أن الدولة الملكية عمرها 12 قرن أو شيء من هذا القبيل. رغم أنه وليدة 1912. قاله سنصار. نعم. قاله سنصار يعني. هذا رغم أنه وليدة 1912. حتى ماكرون. بتوحيد الإمارتين فاس ومكناس من طرف الجنرال الفرنسي ليوتي 1912. أما كما عطفا كما تفضل الأستاذ وهي دولة الريف أو جمهورية الريف التي انطلقت من 1921 وتحديدا انطلقت في 1923، يعني فيها كل مقومات الدولة، العلم، الحدود، العملة، الهيكل العسكري، جيش. الدولة تقوم على ثلاثة أركان. نعم. كل مقومة. السلطة. نعم. السلطة، إقليم، وشعب. نعم. بكل أركان الدولة بكل معروفة. التفاصيل كلها دولة.
وسرعان ما وقد قامت هذه الدولة عندما كان يعاني المغرب من الاستعمار الإسباني والفرنسي معاً، وبالتالي الذي في الشمال والفرنسي في والذي جابها كما قال الأستاذ الاستعمار الإسباني أكثر هي هذه الجمهورية، هذه الجمهورية التي تم إطفاؤها أو القضاء عليها من طرف الإسبان والفرنسيين يعني متحدين نعم مع المغرب يعني الاستعمار الخارجي والداخلي، ومنذ ذاك هذه الدولة لا زالت يعني تقوم وتطالب بحقوقها وباسترجاع يعني كل مكوناتها لأنها يعني فعلا هو هي فيه صور نعم فيه صور لكثير من الريفيين يحملون يعني إذا كان من المخرج أنه وكاين حقيقة تاريخية في 1926 1926 لما الاستعمار الفرنسي والاسباني قضوا على دوله الريف داروا احتفال في باريس احتفال النصر، داروا استعراض قوات عسكريه، شكون اللي حضر الاحتفال مع الرئيس الفرنسي السلطان يوسف المغربي والد محمد الخامس كاضافه هناك الدستور المغربي الذي تم تعديله في 2011. هذا الدستور المغربي على بالك اكبر تعديل في تاريخ الدساتير المغربيه. ماذا يقول عن الحدود؟ يقول الحدود الحقه لا يستعرف لا يعترف عفوا لا يعترف بالحدود المرسومه من طرف الاستعمار كما نعترف بها نحن وكما تعترف بها كل الدول. ما زالت الآن كلمه الحدود الحقه موجوده في الدستور المغربي للتعديل تاع 2011. ما معنى هذا الكلام؟ لانه يرى ان موريتانيا اراضيه، يرى الصحراء الغربيه اراضيه، الريف اراضيه، تندوف، كل هذه الدول من انطلاقا من هذه الكلمة الموجودة في دستوره، وبالتالي ليس غريبا ما نراه اليوم أنه يتعدى على الحدود الجزائرية صحيح ويتكلم بهذه يعني الطريقة العقيدة العقيدة الطريقة. عقيدة المخزنية، عقيدة احتلال وعقيدة توسعية والحدود الحقة. المغرب شوف للتاريخ وهذه ما يقدر يناقشها حتى واحد هو الدولة الوحيدة في المنطقة اللي استعمل القوى المسلحة ضد كل جيرانه صحيح. استخدم القوى المسلحة قبل الجزائر، استخدم القوى المسلحة في 1960 ضد الريف، الريف داروا انتفاضة في 1960 يطلبوا بالاستقلال، قمعهم الجيش المغربي بقيادة الحسن الثاني، ولما داروا انتفاضة في 1984 الحسن الثاني خطاب موجود على اليوتيوب موجود ممكن المشاهدين يشوفوه صحيح في خطاب وصفهم بالأوباش وهددهم لا قالوا ما عرفتوا الحسن ولي العهد في 1960 ننصحكم ما تعرفوش الحسن الملك في 1984 صحيح يعني لو كان رئيس دولة في حقيقي ويخاطب شعبه يقول بهذا الكلام بالأوباش يعني يستعمل القوى المسلحة ضد الجزائر في 1963 حاول استعمال القوى المسلحة في 1969 ضد موريتانيا ورفض الاعتراف باستقلال موريتانيا ولما تونس أقامت علاقات مع موريتانيا قام بقطع العلاقات معها. استعمل القوى المسلحة ضد الصحراء الغربية في 1975 وما زال مستمر إلى الآن، واستعمل القوى المسلحة ضد إسبانيا في 2002 في 2002 صحيح ما كاش جار سليمة للمغرب لم يتم الاعتداء عليه من طرف المغرب. لولا وجود المغرب، لولا وجود هذا النظام المخزني ما كاش سباق تسلح لا في شمال افريقيا ولا في جنوب اوروبا لانه ما كاش عامل خطر. كاين حرب بين الجزائر وتونس، كاين حرب بين فرنسا واسبانيا ولا بين اسبانيا والبرتغال، ما كاش بين الجزائر ممتاز. ولكن المغرب هو مصدر التهديد الوحيد لاسبانيا وللجزائر ولموريتانيا وللسنغال وللمالي وللجميع. كان ليس المغرب لانه المغرب ولا شيء يعني على نظام القوى القوى التي تقف وراءه. نعم البعض يقول استاذ عبد الرحمن ان هذا الوضع يعني سيشحن الاجواء اكثر وربما قد يجر المنطقه الى ما لا تحمد عقباه انه كذا وكذا. انا راني قلت هذا الان ختمت كلامي، لا يوجد في دول المنطقه من يبادر الى الحرب باستثناء المغرب باستثناء نظام المغرب. رغم استاذ عبد الرحمن ان المغرب ويعني روايات ودائما يخسر لا هو هذه المشكله هو يلقي بالكره للجزائر بان هي من تريد الحرب يعني في ماذا تريد الجزائر الحرب؟ هل الجزائر منذ 62 الى الان لم تتكلم استعملت القوه المسلحه ضد واحد من جيرانها؟ لا ابدا ابدا ولن تفعل ولن تفعل الا الجزائر لا يعني الجزائر إذا تدافع عن نفسها عليها تدافع عن نفسها. المادة 32 من الدستور تقول تتركز الطاقة الدفاعية للأمة حول الجيش الوطني الشعبي صحيح الطاقة والعقيدة دفاعية يعني. الطاقة واش الدفاعية نحن ندافع عن حدودنا ولكن لا نعتدي على أحد ولا يوجد في دول المنطقة من يعتدي على جيرانه إلا المغرب صحيح. إضافة فقط باختصار أستاذ علي ربيع رجاء لو سمحت لي، السياسات الفرنسية في كل إفريقيا ليس فقط في الجزائر أو في المغرب لو تتابع الأحداث انقلابات أو نزاعات أو ما إلى ذلك حتما ستجد البصمة الفرنسية وراء ذلك متفق عليها دائما البصمة الفرنسية موجودة
لأنه بطريقة أو بأخرى وليس اتهام وإنما قراءة أنه يراد توريط الجزائر مباشرة بعد زيارة مباشرة بعد زيارة ماكرون للمخزن يعني لا نهاية أكتوبر نعم. نعم خرج وزير الخارجية بوريطة مباشرة للحديث في تصريح ليست له سوابق أن الجزائر تريد الحرب. يا رجل من تكون المغرب أصلا مقارنة بالجزائر مملكة وجمهورية من تكون ولا شيء ولا شيء المغرب. لكن أنا قلت لك باللي البصمات الفرنسية دائما موجودة وواضحة في إفريقيا وفي المغرب وفي كل الأمور التي يراد من خلالها زعزعة استقرار الجزائر. هذا لكي نكون فيه واضحين جدا. فرنسا لوحدها لا 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 هو أصلا عدم الاستقرار في المنطقة تم أو خلقه من أجل إلهاء الجزائر. علاش جات قضية الصحراء الغربية في عنفوان ووهج الجزائر في السبعينات وحركة عدم الانحياز والدعوة إلى نظام اقتصادي ونظام عالمي جديد وغيره خلقوا لنا مشكل الصحراء الغربية. هذا إلهاء الجزائر عن دورها القيادي في المنطقة وفي العالم. ولازال هذا المشكل موجود ولازال المشاكل التي يفتعلها نظام المخزن. لماذا يقوم الآن نظام المخزن بإفساد شبابنا بأطنان المخدرات سنويا؟ واضحة جدا. ألا تدخل ذلك في صحيح. إطار الحروب أو الحروب اللاتماثولية بالحروب اللاتماثولية؟ شكرا جزيلا. أنا مضطر أن أختم هذه الحصة. أستاذ عبد الرحمن صالح والأستاذ علي أروينة شكرا جزيلا لكما الأمين العام لحزب اتحاد قوى الديمقراطية والاجتماعية والمحل السياسي. وأيضا الشكر الموصول أستاذ يوسف بوعبون كان معنا عبر خدمة سكايفي. الجزء الأول تحدثنا على ما بدر من أبواق تتكلم بلسان فرنسا حول الجزائر. نلتقي غدا إن شاء الله مشاهدينا الكرام إلى اللقاء.